المطالبة بالاستقلال. أيها الإخوة، لقد كفانا ولقد حصلنا على الاستقلال الجغرافي، لقد حصلنا على الاستقلال الجغرافي، فلن يعد أحد ينازع المغرب في وحدته الترابية. لكن أين الاستقلال الاجتماعي؟ وأين هو الاستقلال الثقافي والاستقلال الفكري والاستقلال الاقتصادي والاستقلال العقائدي؟ وهلوم شر كثير. لقد كفانا الأوائل، يعني جدنا الله يرحمهم، لقد كفانا الأوائل ملوكا وشعبا رحمهم الله جهاد المحتلين بالسلاح، وجعلوا أرواحهم رخيصة في سبيل استقلال هذا الوطن. الأوائل كفونا عنهم، إذيال الجهاد بالسلاح والدماء والقتل، الله يرحم الجميع. لقد كفانا الأوائل ملوكا الله يرحمهم وشعبا رحم الله الجميع جهاد المحتلين بالسلاح، وجعلوا أرواحهم رخيصة في سبيل استقلال هذا الوطن. والواجب علينا اليوم أمران: الأمر الأول الدعاء للمجاهدين والشهداء، والأمر الثاني علينا اليوم أيها الإخوة جهاد من طراز آخر. عجبوا أمور كانت في الموالي. لكن إخوتي الكرام، قبل ما ندخل في هذا الشكل الأمور، قلنا إخوتي الكرام أين الاستقلال الاجتماعي والثقافي والفكري والاقتصادي والعقائدي؟ هل تخلصنا من التبعية، من التبعية لليهود والنصارى وفق ما أمر الله به المؤمنين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل انتبهنا إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يعني الصحابة، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ لهذه التبعية العمياء للغرب تحتاج إلى نظام وتحتاج إلى جهاد لا قتال فيه. إذا إخوتي الكرام، قلنا والواجب علينا اليوم أمران: الأمر الأول الدعاء للمجاهدين والشهداء بالمغفرة والرحمة والقبول، والدعاء الخامس للملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله ورفع درجاتهم عنده. الأمر الثاني علينا اليوم أيها الإخوة
جهاد من طراز خاص. هذا اللي بيتركز عليه شي شويه. جدادنا جاهدوا باموالهم وانفسهم. لكن الاعداء ديال الاسلام واش راحوا السلاح ديالهم صافي ضدنا؟ لا. الحرب مستمره. وهذه الحرب ديال الاعداء ديال المله والاعداء ديال الاسلام لها طرق متعدده. فتارة بالحرب الباردة، وتارة بحرب الثقافة، وتارة بحرب الفكر، وتارة بحرب الاقتصاد والسياسة. فهي حروب متنوعة، ماشي حرب وحدة. حنا دابا غير خرجوا المستعمرين من البلاد مشينا ننعسوا، لا، العادي ما مشاش ينعس، يخطط لهدم الإسلام ولهدم المسلمين، وحنا ناسين على ودنينا. جهاد علينا اليوم جهاد من طراز خاص، جهاد لا قتال فيه لكنه من اصعب الجهاد. الجهاد هذا اللي رحنا فيه دابا اصعب الجهاد، وهذا المعنى هو ما عبر عنه الملك محمد الخامس رحمه الله حين عودته من المنفى. الانسان الى الملوك يتكلموا خص الشعوب تسمع مزيان الكلام ديالهم، راه ماشي سهل. وهذا الشيء اللي كيعبر عليه محمد الخامس لما رجع من المنفى، حيث رجع مباشره دار واحد الخطاب، خطاب رباني، خطاب واعي رحمه الله. من بين درج الخطبه ديالو رحمه الله هذه الكلمه: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. وقال اثناء خطبته: رجعنا. هذه العباره الجميله، رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. رجعنا لحمد الله خامس. هو الانسان اللي كيتصنت بيتصنت مزيان ويحلل الكلام كي داير، راه عنده مغزى وعنده بعد وعنده دلاله. رجعنا من الجهاد الاصغر. شكون هو الجهاد الاصغر؟ هو هذاك الجهاد ديال السلاح. اما الجهاد الاكبر بناء الدوله، بناء الدوله باش تخرج واحد الجيل مثقف واعي عنده ايمان عنده اخلاق عنده مبادئ لا يتنازل عنها، هذا يحتاج الى جهاد اكبر. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، بلاد الدوله. باش تطلع الدوله مولاي وتخدم بالعداله وبالصدق تحتاج الى رجال كبار لا يعرفون الخيانه ولا يعرفون الرشوه ولا يعرفون اي شيء، يعرفون الصدق والوفاء لهذا البلد. رجعنا من الجهاد الاصغر اللي هو الاستعمار الفرنسي والاسباني الى الجهاد الاكبر. هذا الجهاد ماشي ثلاثه ديال العقود ولا اربعه ديال العقود ولا خمسه ديال العقود، هذا بغى العمر كامل مولاي، بغى التضحيه، بغى النضال، بغى الجهد ديما دائما. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. جهاد بقياده محمد السادس حفظه الله لتعزيز الاستقلال المعنوي للامه وربطها بكتاب الله وبسنه رسول الله. هذا هو الجهاد الاكبر. كيفاش الامه ترجع لكتاب الله المصدر ديال العز ديالها والمصدر ديال القوة ديالها؟ هذا يحتاج الى جهاد لا قتال فيه. بقيادة محمد السادس حفظه الله لتعزيز الاستقلال المعنوي للأمة وربطها بكتاب الله وبسنة رسول الله وتطهير الأمة من الفواحش والمنكرات، فتطهير المجتمع من الفواحش والمنكرات، فهذا يحتاج إلى نظام
ويحتاج إلى جهاد لا قتال فيه. جهاد لتتعلم الأمة الصدق، الصدق والأمانة والنزاهة، هذا هو الجهاد الأكبر. كيفاش نخرج واحد الجيل صادق؟ كيفاش نخرج واحد الشاب يحفظ الأمانة ويخاف من الخيانة؟ والنزاهة جهاد لتحرير الأمة من الغش الذي ضرب أطنابه في الأمة. نغش نغش دابا إلا قليلا قليلا، نغش 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 فين ما راح تديك إلا قليلا قليلا. هذه المحاربة ديال النغش جهاد، جهاد أكبر باش ما نطلعوش واحد الشعب والشاشة. لا، الغش يحتاج إلى نضال وإلى جهاد لا قتال فيه. جهاد لتحرير الأمة من الغش والرشوة والخيانة والزنا والقمار والربا والتعاون بها. هذه منكرات يا إخواننا، هذه منكرات كبيرة، وهذه منكرات هذه اللي نذكرها الآن ما تخليش الدولة تزيد لقدام يعني إطلاقا. البلاد اللي فيها الغش وفيها الخيانة وفيها الربا وفيها الرشوة وفيها الزنا وفيها القمار بأنواعه، واش هاد الشعب غادي يزيد لقدام؟ لا، ما يمكنش يزيد لقدام إطلاقا. ولهذا قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واش بغيتوا حياة كريمة، حياة العز، حياة الشرف، حياة الكرامة؟ فاستجيبوا لله واستجيبوا لرسول الله إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها السادة الفضلاء، يقول الله جل جلاله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون، شكون؟ الكفار عموما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لنا وقفة يسيرة مع هذه الآية الكريمة. أولا، الفائدة الأولى التحذير، بارك الله فيكم، من الفتنة. التحذير، كل التحذير من الفتنة، لقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ثم الفائدة التالية في الآية الكريمة: حرص الكفار على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة، ولو أدى ذلك إلى القتال. ارتداد المؤمنين عن دينهم،
يعني الكفار عموما من اليهود والنصارى ومن اللي خلفهم مجتهدين صباح مساء وفي كل وقت وحين كيفاش يخرجونا عن ديننا. هذا هو كيفاش يخرجونا عن ديننا ويخرجونا على هذا الاسلام. هذا حرص الكفار على ارتداد المؤمنين عن دينهم بكل وسيله ولو ادى ذلك الى القتال، لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الاخلاقي اخطر بكثير من الغزو بالسلاح. هذه يقولها الله يكرمكم، هذه عباره تقول من ذلك. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الاخلاقي اخطر من الغزو بالسلاح. لماذا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر. هذا الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الأخلاقي خطير أخطر من السلاح. علاش؟ لأنه كيدخل الأمة من حيث لا تشعر. وهذا كان عليه النبذة، وهو سلاح فتاك يفتك بالأمة. فانظر أخي الكريم كيف أفسد الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي على الأمة الإسلامية أمر دينها ودنياها. أفسد عليها أمر دينها وأمر دنياها. الوقفة الثالثة في الآية الكريمة: الحذر الحذر من الكفار، الحذر الحذر من الكفار، لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. شوف التعبير القراني، كلمه ولا يزالون اش كتعني هذه اللغه العربيه؟ رافع المضارع من الافعال الخمسه، يزالون فعل المضارع، والفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الحال والاستقبال. راجع حربكم الكفار الان وفي المستقبل، عداوتهم للاسلام مستمره، ولا يزالون أعداء الملة وأعداء الدين، ولا يزالون يقاتلونكم في الحال والمستقبل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون تفيد الاستمرار وأنه ليس في وقت دون وقت. هذه القضية ديال المحاربة ديال الإسلام المسلم المستقبل في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، محاربة الإسلام مستمرة والمسلمين. باش ما نفهموش غلط، نفهموا صافي راه ما عندناش الحمد لله على الاستعمار في البلاد، ما بقاش السلاح، ما بقاش الابتلاء، ونمشيو نعشوا على ودنا. لا، الله تعالى يقول: خذوا حذركم دائما، المؤمن يأخذ حذره دائما وأبدا. ومنها الفائدة الرابعة أن الردة مبطلة للأعمال. اللي مشى يخرج عن دين الإسلام ومشى يمشي ديال الأفراح فقد حبط عمله بالكامل. أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها الإنسان. عاش مرتد ومات مرتد، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره.
والفائدة الخامسة في الآية أن المرتد مخلد في النار لقوله تعالى وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونرجو الله يجزيكم بخير. راه ولادنا وبناتنا تصفوا لينا هادشي واش حسبت اللعب هذا؟ ولادنا سرقوهم لينا حيت علاش؟ ناعسين على ودينا حتى حنا. كتلقى هاولك في الدار وهابتك في الدار ولكن كلو في مصروف والاب قال لك ناعس على ودي والام ناعس على وديها راه مضر ولادنا. ومرة ما نبغوش واش فين كيتفرجوا ولادنا واش المواقع اللي داخلين ليها. هي سديتي الباب سديتي الشريف ولكن قصيت من الفوق وولد جالس معاك في الدار وبنت جالسه معاك في الدار وماشي معاك قال قدام اللي كاينه اما العتب سرقوها هذيك الوقت مسكين وداونا ولادنا ودو الباب ردو الباب. راه ماشي ديك الناس هذي راه حنا مسؤولين على ولادنا ومسؤولين على هاد الامه والله العظيم الا مسؤوليه ضخمه جسيمة وإحنا ناس على ودنا قلبي. لا الحرب بيننا وبين أعداء الإسلام مستمرة مستمرة راه ما انتهتش ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه والذين كفروا ينفقون ملايين الدولارات. عرفت الملايين ديال الدولارات اللي كتنفق على محاربة الإسلام والمسلمين ما كتحصاش. والذين كفروا ينفقون أموالهم تحت مسميات كثيرة تمشيش غير تحت المساعدة الإنسانية والأعمال الخيرية لكن ما وراء الخبر وما وراء النوايا والقلوب ما كطاش عليها انت. ولكن القران قال لك القران راح لك عقلك مولا الضبال. القران كيتكلم عما في ضمائرهم وعما في قلوبهم. والذين كفروا ينفقون اموالهم ماشي من اجل الاعمال الخيريه والانسانيه لا هي في الظاهر هي ولكن داكشي اللي مكسوس تحت ما كنشوفوش انت. القران قال لك علاش؟ هذا فيكم ورهم الدمر. والذين كفروا ينفقون اموالهم لماذا يا رب؟ قال لك ليصدوا عن سبيل الله. اسمعوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها وهم ينفقونها الان وبعد الان وقبل الان فسينفقونها ثم قال بعدها سبحانه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرجمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لما سمعوا أهل الكتاب راهم اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل. ود كثير يعني حبة ود هو خالص المحبة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم عن دينكم أشكال ترى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أمانا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا مثبت القلوب
ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واختم لنا بالحسنى والزيادة التي ختمت بها لأوليائك. اللهم اجعلنا من أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.